على سوريا هدفين مقابل هدف واحد، الأردن 7 نقاط، إيران 5، سوريا 4، فلسطين لا شيء. أيضا هناك العلم الأردني، شوف مازال خفافا هنا في استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. لحظات ولنتقل بكم لنكون مع فرحة النشامة، فرحة النشامة الأردنيين واللاعبين في هذه في لقطات قادمة حصريا مع زميلنا جمال الرواج. إذا كنت جاهز جمال سامعني؟ مشاهدينا الكرام،